السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو هو تعريف بسيط عن الجبرتيين. الجبرتيين هم ناس لا مذهبيين، لا عرقيين، لا انتمائيين، وفي نفس الوقت هم يوجد منهم من ينتمي لكل مذهب، ويوجد منهم من ينتمي لكل قبيلة، ويوجد منهم من ينتمي لكل شعب، يعني الاثنين مع بعض. يعني في الأصل هم ليس لهم انتماء أو عرق أو ثقافة جامعة، ولكنهم منتشرين في كل بقاع الأرض. نشأ الجبرتي بعد هجرة الصحابة إلى الحبشة. قبل هجرة الصحابة إلى الحبشة لا يوجد جبرتي، تمام؟ كلمة جبرتي، المصطلح إيش أصله؟ أصل المصطلح هو حبشي، يعني الأحباش هم أطلقوا على المسلمين مسمى جبرتي، وهذا معروف عن الأحباش أنهم في الديانات الأخرى حتى المسيحية واليهودية هم يترجمون كل شيء، تمام؟ حتى الكتب المقدسة لديهم كلها مكتوبة بالجيزية بالحبشي، وبالتالي كلمة جبرتي معناها في الحبشة مسلم، تمام؟ وكلمة جبرتي في الأصل كلغة هي مأخوذة من كلمة كبري، وكبري معناها عبد، نفس الوزن لكلمة عبد الرحمن. في أسماء موجودة في ال... يعني في الأسماء الدينية موجودة في الحبشة قبل وجود الجبرتي، موجودة مثل قبري مريم، وقبري سلاسي، وقبري مسقل، هذه كلها مسميات حبشية معناها عبد كذا وعبد كذا، كويس؟ فكلمة جبرتي لو جينا ناخذ لها اسم، يعني أقرب اصطلاح عربي موجود، هي اسم عبده، تمام؟ عبده قد تكون أقرب شيء لمصطلح جبرتي، ولكن لما يقال جبرتي في الحبشة هي معناها مسلم. طيب إيش مرجعية الجبرتي؟ مرجعية الجبرتي هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، تمام؟ فالجبرتي هويته الأساسية هي الأخلاق فقط، كل شيء موجود على ذلك هو مكتسبات الاندماج والانصهار في المجتمعات، سواء كان مجتمع اللي هو هاجر إليه، المجتمع الحبشي، أو المجتمعات التي انتقل إليها عبر تراكم السنين والعصور. فكل شيء عند جبرتي، سواء كان العمة، سواء كانت اللبس، كلها مكتسبات اجتماعية. يبقى الهوية الأساسية الجامعة للجبرتي اللي هي إذا لم توجد، لا وجود له، هي الأخلاق فقط. يرجع أصول الجبرتيين في الحبشة إلى الدول المجاورة، زائد المسلمين اللي هم من الثقافة والبيئة المحلية في الحبشة، تمام؟ فيوجد جبرتيين أصولهم تنحدر من الحبشة نفسها، ويوجد كمان جبرتيين أصولهم تنحدر من الدول المجاورة، بداية من الصومال، اليمن، السعودية، مصر، السودان، وإلى آخره، تمام؟ ولكن أول ناس يعتبروا كانوا دخلوا من خارج الحبشة، وهم كانوا في بداية الدعوة، هم القرشيين من مكة، وهؤلاء يتميزون بأن أسماءهم
كلها إلى آخر، منهم من يتصل نسبه إلى السادة الأشراف الخيليين، السادة الأشراف العلويين، ومنهم من قدم بعد ذلك، يعني بعد الهجرة هذه في هجرات أخرى كانت موجودة. ولكن اللي يميز كل الأطراف هو أن أسماءهم إلى آخر جد تكون أسماء عربية، بينما بعض المسلمين الآخرين يكون أسماءهم تندرج من أسماء الثقافة اللي هم جو منها. فلو كان جاء من السودان، أسماءه في النهاية تنتهي إلى أسماء سودانية، ومن مصر كذلك، ومن السعودية كذلك، وإلى آخره. طيب الجبرتي لو قرر إنه هو خلاص يعني ما يبي يكون جبرتي، هي بنفس الطريقة سواء كانت اليهودي أو المسيحي أو المسلم، هي نفس الشيء. إذا قرر أن يترك الدين فهو يرجع للأصل العرقي. الأصل العرقي معناه هو الخروج من بيئة الثقافة اللي هو فيها. فعلى سبيل المثال، لو جينا نتكلم عن أو يعني واقع حياتنا الحالية، إنه نقول مثلا لو مثلا ستيف جوبز كان يعني ما كان موجود في أمريكا، أصله أساسا من سوريا. ترامب إذا ما كان في أمريكا وكان رئيس حاليا، أصله في الأساس من ألمانيا، فهو ألماني، ألماني الأصل. أوباما إذا ما كان موجود في أمريكا وحاليا هو رئيس، في الأصل المفروض يكون كيني، ولكن الإنسان هو ابن بيئته. الشخص بحال ما نشأ يكتسب الثقافة والزي والتقاليد وإلى آخره، خصوصا لما يكون بعد الجيل الثالث. طيب هذه العمة وين مصدرها؟ مصدر العمة هذه هي حجازية، تمام؟ المصنع أو الخياطة هي من سوريا، ولكن الثقافة والمنشأ الثقافي لها هي من الحجاز. كيف وصلت الحبشة؟ وصلت الحبشة لأنه الإسلام موجود من 1400 سنة، ففي ناس بتروح من هنا لهناك ومن هناك لهنا، تمام؟ فزيها زي القميص اللي جاء مع الاستعمار الإيطالي، زيها زي الجنز اللي جاء مع التطور والحداثة اللي موجودة حاليا. العمة جت مع الحجازيين اللي جو الحبشة، سواء كانوا من أيام الهجرة أو في الأيام اللاحقة في التاريخ العثماني أو ما قبل العثماني، تمام؟ فهل هي أصيلة في الحبشة؟ لا، هي مش أصيلة، هي دخيلة، تمام، ولكنها زي متعارف. هل هناك مرجعية جامعة للجبرتيين؟ لا يوجد. الجامع الوحيد للجبرتيين هو منهاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائم على الأخلاق فقط. ومن طبيعة الجبرتيين أنهم مختلفين في الآراء وفي الثقافة وفي الزي وفي المذاهب، واختلاف عميق، ولكن مع ذلك عواصل الصلة والتواصل موجود. تجد في العائلة الواحدة فيها سلفي وصوفي وإلى آخره، فيها من عدة اتجاهات وعدة ثقافة معينة في أسس الأسرة الواحدة. الجامع بينهم هو منهاج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المنهاج وليس المنهج. هم مختلفين في المناهج، ولكن يجمعهم المنهاج.